ما تقلقيش ما تقلقيش، انا خدت رقم الموتوسيكل وهتصل بالبوليس. اه ايه ده؟ هي ما بتتكلمش ولا دي الصدمه دي؟ طب تعالي تعالي اركبي معايا، ما تخافيش يا حبيبتي، تعالي تعالي اركبي اركبي. طيب اركبي ما تخافيش. خشي يا حبيبتي خشي، ما تخافيش ما تخافيش. اطلع اطلع. لو شفتيها بعد ما اتسرقت كان حالتها تصعب على الكافر. يا عيني، ده ايه الحظ الاسود ده؟ ودي اسمها ايه بقى؟ اسمها لبنى يا ابني. طب يا لبنى الورق بتاعك، الورق ايه؟ خش خش. الورق بتاعك، الورق كان في الشنطه اللي اتسرقت. يا ابني يا ابني بتسمع ما تشغلهاش وبتكتب كمان، احنا عرفنا حكايتها كلها بالكتاب. اربع ساعات بتكتب لكم يا ابني؟ ده حالتها تصعب على الكافر، اهلها كلهم ماتوا في ليبيا ورجعت بالهدوم اللي عليها، حتى فلوسها وورقها اتسرقوا. تصور بقى واحده غايبه عن مصر 15 سنه واول ما ترجع تتسرق. هو ده بقى الحظ الاسود. الحظ الاسود؟ اه ده حظنا احنا الاسود. طب ودي جايبينها معاكوا ليه؟ اتلم والله العظيم بتكلم بجد، جايبينها معاكوا ليه طارق؟ وانا قلت حاجه يا ابني؟ الظروف خلتنا ما ينفعش نسيب بنت زي دي في الشارع لوحدها تتبهدل. ايه ايه قولي لي، عايزه ايه؟ عايزه تقولي حاجه؟ عايزه تكتبي؟ طب استني ثانيه واحده. اوعى اوعى حدي. اتفضلي. خدي يا حبيبتي اكتبي. أنا مش خارصة. إيه ده؟ دي طلعت مش خارصة؟ اهدي عليها شوية. أنا كنت بتكلم، أنا جاية أدور على عمي، هو ساكن هنا في المنيا وده الوحيد اللي فاضل من عيلتي. أيوة، وعمك ده ساكن فين؟ مش فاكرة كان ساكن فين، هو بيته كان قديم وشارع واسع. لا سهلة والله، اطمنت عليكم. المهم، طب اسمه ايه؟ اسمه عبد الرحمن احمد محمد المنياوي. بس خلاص ما تقلقيش، ان شاء الله هجيب لك عمك. طيب هسيبكم انا بقى بما انكم جبتوا حاجة تسلوا بيها. ما تستنى يا ابني تتعشى معانا. عايزة مني ايه؟ طيب وبعدين ما رحتش الشركة النهاردة طول النهار في المطعم. وبعدين انت عندك لبنى اهي، طبطبي عليها بقى ودلعيها، اقعدي تفكري بقى هتلاقوا عمها ده فين. جاي معايا على الطريق؟ لا لا لا، روح انت، انا عندي مشوار كده هحصلك. سلام. انا معلش حبيبتي ما تزعليش مني، هو طارق كده طول عمره مدب بس والله طيب قوي، معلش ما تزعليش. ما بدل الرغي ده خديها تغسل وشها وتفوق كده لغاية ما نحضر العشاء. يلا يلا تعالي معايا. اتفضلي. حاسس كده ان ربنا حطها في سكتنا عشان ما تتبهدلش البنت في الشوارع. ربنا يكرمك ويجازيك على طيبة قلبك. في ايه بس؟ انت عايزه تخرجي؟ عايزه تجيبي حاجه يعني من بره؟ ولا عايزه تروحي لعمك؟ في ايه؟ انا مش فاهمه. طب اكتبي. تعالي تعالي يا حبيبتي، تعالي تعالي اقعدي جنبي، تعالي اقعدي. في ايه؟ قولي لي. انا مش فاهمه. طب بصي، خدي خدي اكتبي لي. أنا ضايقتكوا، كفاية بقى لازم أمشي. ضايقتينا إيه بس؟ ما البيت واسع هو الحمد لله، وبعدين أنتِ لو مشيتي هتروحي فين؟
هدور على شغل اكسب منه فلوس اعيش بيه لحد ما الاقي عمل. هو انت مش عايزه تقعدي معانا؟ انتوا ناس طيبين قوي اكرمتوني، كفايه عليكم كده. بصي بقى، هي كلمه واحده، انت هتفضلي قاعده هنا معانا ومش هنسيبك الا لما نطمن عليكي. امسكي، مفيش الكلام ده، امسكي خليهم معاكي، خدي اسمعي الكلام، اسمعي الكلام، خليهم معاكي. لا خليهم كلهم كلهم معاكي، كلهم معاكي يا حبيبتي. طب اقول لك ايه يا ماما بقى، انا هاخد لبنى ونروح كده نشتري شويه حاجات، وممكن نعدي على بابا في المطعم، ايه رايك؟ فكره حلوه، انا شايفه كده برضو. انت خرجي معاها اتفسحي وغيري جو. خلاص يا حبيبتي، انا هطلع اغير وانزل اخدها على طول. ماشي يا لبنى، تعالي. بس ها يا ستي، ايه رايك بقى في المطعم بتاعنا ده؟ يعتبر اكبر مطعم في المنيا كلها، ايه رايك؟ عجبك؟ هاي طارق، بابا فين؟ بابا لسه ماشي. ماشي، اهلا اهلا. تعالي تعالي اقعد. ازيك يا نبيل؟ مساء الفل يا ست الكل. لحظه واحده وهتلاقي الترويزه زي الفل. هات لي والنبي النسكافيه اللي بتجيبه لي كل مره. عينيا. تشربي ايه يا لبنى، شاي ولا نسكافيه زي يا عم؟ هات لي ليمون وهات لي قهوه. عينيا يا باشا. قولي لي بقى عمك ده اسمه ايه؟ هاتي هاتي، انت فضلي ماسكه الحاجات دي. هاتي نبيل، هاتي ورقه وقلم. عينيا يا باشا. اكتبي لي اسم عمك هنا. مساء الخير يا معالي الباشا. كل سنه ومعاليك طيب. والله يا سيادة اللي وانا مكسوف منك، كل مرة أكلمك أبقى عايز منك خدمة. ده عشمنا يا باشا. واحد اسمه عبد الرحمن أحمد محمد المنياوي، مواليد المنيا. كنت عايز عنوانه بعد إذنك. لا لا يا باشا، مفيش مشكلة ولا حاجة، شايلينك للتقيل. دي واحدة قريبته بتدور عليه. متشكر يا باشا. تعبك معايا. اتفضل. اتفضل اتفضل اتفضل. ها ايه الاخبار؟ بكره ست العنوان هيبقى عندك. نبيل، هاتي القهوه بتاعتي جوه. طول يا باشا. جوه انت مش هتوصلنا؟ اوصلك انت، لسه جاي. اركبي تاكسي. تاكسي؟ ما تروحوش في حته، انا جاي لكم. ها خش اعمل مكالمه تليفون وارجع. هو طارق كده على طول، بيبقى في الشغل متعصب ومش طايق نفسه. بس قولي لي، ايه رايك بقى في المطعم بتاعنا؟ حلو صح؟ هتتبسطي بالحاجات اللي عملناها شوبينج. جميلة. ايه يا دكتور، ايه الاخبار؟ طمنا. انا شايف ان مفيش اي مشكله خالص. عضويا هي سليمه. سليمه ازاي يا دكتور؟ يعني معنى كده ان هي اللي مش عايز تتكلم؟ واضح كده، واضح ان عندها مشكله نفسيه. الكلام اللي انتوا بتقولوه بياكد كلامي. انصحكم تعرضوها لدكتور امراض نفسيه وعصبيه. ايه ده؟ يعني معنى كده ان هي مش عاقله؟ ايه يا مها؟ ايه يا مها الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ مش انا يا ماما اللي بقول، الدكتور هو اللي بيقول. انا بشكرك جدا يا دكتور. ميرسي. يلا ميرسي يا دكتور. يلا حبيبتي تعالي. دي رساله من اللواء شعبان يا حاج. في واحد اتنين تلاتة أربعة، في تسع أسماء شبه اسم عمها بتواريخ ميلادهم بعناوينهم. سهل، تلات أربع ساعات نكون لفينا على كل العناوين دي، وأكيد هي لما تشوف عمها هتتعرف عليه. صح؟ أهو. وأنا هاجي معاكي. وأنت تروح معاهم يا طارق. أروح معاهم فين يا حاج؟ أنا فاضي للكلام ده. ابعت معاهم سواق. سواق؟ لا ما ينفعش. يا ابني في إيه؟
انت محسسني اني قاعد مع محافظ المنيا يا حاج. يعني انت عايز نسيب شغلي واقعد الف مع واحده تايهه على عمها اللي عمرها ما شافته؟ هي كلمه واحده، هتروح معاهم يعني هتروح معاهم. حاضر يا بابا. والله انت ما ينفعك غير ابوك. يعني هتيجي معانا بعد الغدا؟ بالليل لما ارجع. بالليل؟ هو انت هتعدي على الناس بالليل تسالهم انت عمها ولا مش عمها؟ ايوه يا ماما، هخبط على الناس بالليل عشان انا مش فاضي غير بالليل. خلاص يا ستي، ما انا تحت امرك انت وشاهين بيه ومرات شاهين بيه. مالكش دعوه بيا. ليه كده بس يا ام طارق؟ ده انت حبيبي. ماما مش هترضى عنك غير لما تعمل لها اللي هي عايزاه. وطبعا انت عارف انا عايزه ايه. مش ههدأ الا لما تتجوز وتبقى في بيتك. طب اعمل ايه اذا كان ال 100 مليون عروسه اللي انت جبتيهم ما عجبونيش؟ وبعدين انت مستعجله على ايه؟ ما كده كده هتجوز. وفي الاخر يا ست اللي هجيبها لك هتعجبك وهتبقى على ذوق. خلاص يا سيدي، اختار العروسه اللي تعجبك، احنا ملناش اي شرط غير انها تبقى بنت ناس ومن عيله، والعائلات اللي في المنيا معروفين يتعدوا على صابع الايد الواحده. ميل انت على اي عيله واحنا نكلمها لك. حاضر يا حاج. حاضر. يلا مدوا ايدكم كلهم. اتفضل. ده انت خيرك مغرقنا يا حاج. لا تحت امرك. لا سلم على الجماعه والاولاد. ماشي يا حاج. الله يسامحك يا حاج على اللي انت عملته فيا. مع الف سلام. قعدت تقول لي الموضوع مش هاخد منك وقت، مش هاخد منك وقت، اديني اتبهدلت. طب كويس، ما تتبهدل تتعلم. ايه اللي حصل؟ انا جاي لك تقول لك ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ التسعة طلعوا ما يعرفوهاش. يعني ايه ما عرفتوش توصلوا له؟ بصراحة يا حاج ما تزعلش مني، انت وامي غلطتوا غلطة كبيرة قوي لما جبتوها تقعد معانا. يا ابني افهم، كانش ينفع نسيب بنت زي دي في الشارع لوحدها. ماشي يا حاج، بس ادينا ما لقيناش عمها. تقدر تقول لي بقى هنتصرف ازاي؟ في ايه يا طارق؟ ما هي البنت قاعدة معانا هنا لحد ان شاء الله ما نلاقي اهلها. قاعدة معانا فين؟ فريدي وراها مصيبة. يا ابني لا استني بس، اقعدي اقعدي، انت مش ماشية تعاني بس اقعدي. يا اخي خلي حقك دم. في ايه تحرج البنت كده؟ وانا هقول لك كلمه تحطها حلقه في ودنك، مالكش دعوه بيها وهي مش هتسيب البيت. البنت دي في مسؤوليتي انا، اعتبرني متبنيها. لا يا حاج انا مش موافق على اللي انت بتقوله ده. على فكره انا مش باخد رايك، انا بقول لك قرار. عاجبك كده؟ استريحت؟ كسرت بخاطر بنت غلبانه؟ اه استريحت. انت ما عندكش احساس. مالك؟ مين اللي زعلك؟ داهية في اللي ربوك. ايه ده؟ حد يفهمني في ايه؟ مين اللي مزعلها؟ اسأليهم. اسألهم؟ ممكن حد يفهمني ايه اللي حصل؟ مالها ماشيه زعلانه كده ليه؟ خلاص خلاص اقعدي. افتحها يا لبنى يا طارق. فكرة أنا مش ضدك يا لبنى، والله العظيم أنا مش ضدك، بس أي حد مكاني لازم يعرف أنت جاية منين ووراك إيه. لا مش هتمشي، خليكي وأنا هدور لك على عمك ده تاني بجد. ست بقضي مصلحة هخلصها واجيلك. سلام. ايه يا كبير؟ الواد قاعد بقاله نص ساعة جوه. ليه؟ هو بيخترق ذرة ولا ايه؟ انزل بص عليه يا كابيلو. الواد ده انا مش مرتاح له من ساعة ما شفته.
كبير. الواد دورت عليه جوه ما لقيتلوش اي اثر، ولقيت العماره ليها باب تاني. يعني الواد ده خلع مني؟ اركب. اسمك انت اسمك ايه؟ قولي لبنى. يا حاج شاهين اصحي يا مها. قومي يا مها، لبنى اتكلمت. انا حلمت انه كان في ناس كتير حواليا عايزين يخنقوني وماسكين سكاكين، وبعدين طارق ظهر وانقذني منهم، وكان في واحد بيجري ورا طارق وهو مش واخد باله عايز يضربه في ظهره، وبعدين انا قمت من النوم مفزوع. طب قوليلي كان في دم في الحلم؟ مش فاكره. دم انت رهرة؟ ايوه يا ابني، اصل انا اعرف لما يبقى في دم في الحلم بيفسده، ما بيبقالوش معنى. الف حمد لله على سلامتك يا بنتي، والله انا فرحانه ان ربنا استجاب لدعائي. شوفي انت بقالك اهو شهر ويمكن اكتر عندنا في البيت، بس ما فيش صلاه صليتها الا ما بدعيلك ان ربنا يشفيكي. انا هقوم بقى اصلي ركعتين شكر لله وادعي ان ربنا يتمم شفاكي. يا ستي ما جوزك من ساعه ما قام مفزوع جري على الجامع عمال يصلي له. استني بس، بصي بقى واحده واحده كده، احكي لنا انت كنت في ليبيا بتعملي ايه؟ اهلك مين؟ دراستك ايه؟ مش عايزك تبطلي كلام لحد ما كلنا ننام لك. انا ابويا الله يرحمه كان مدرس انجليزي في ليبيا، كان اسمه عبد الرازق، كان راجل طيب الله يرحمه. بكره الصبح ان شاء الله في اثنين موظفين هيدولك على الورق، بعد كده بقى مش هيبقى فاضل غير انه يتختم بخدمة الناس. ايه ده؟ يعني هيطلعوا لها شهادة ميلاد وبطاقة عادي؟ اصلها ساقطة قيد. هنخلص 10 وننزل على طول. لا على طول ايه؟ انت هتستنوني ساعتين اخد الشاور بتاعي وانشف شعري. ساعتين؟ ايه ده؟ انتوا رايحين فين؟ والله يا ماما احنا كنا يعني نازلين كده نشتري شوية حاجات. لكن العجيبة بقى إن الأستاذ طارق تفضل وتنازل وهيجي معانا. طب أولاً بقى أنا مش نازل معاكي. أنا نازل أشتري فستان للبنى عشان تحضر معانا فرح بنت اللي هو خليل. فرح. إيه ده أنت شرق؟ بنات كتير بتجيب في سيرتك. كان عارف يختار منهم واحدة يتجوزها. بلا خيبة. سامعة؟ قولي لها أختك وتهزر معاك. أختي قولي لها حاجة. أنا قلت أحسن. أنا خلاص كلت، حصلني عشان عايزك. فين
فين يا حاج؟ لاحظ حاجة غريبة يا طارق بينك وبين لبنى. مش فاهم. اسمع يا طارق، صحيح لبنى بنت طيبة ولطيفة، بس احنا ما نعرفش عنها أي حاجة، فما ينفعش انك تفكر. بس يا حاج، ما ده الكلام اللي أنا قلته في الأول. الموضوع اختلف. صحيح هي بنت غلبانة ومسكينة واحنا بنعطف عليها، بس برضه ما ينفعش نحبها ولا نفكر نتجوزها. انت نسيت انت مين؟ نسيت ابوك يبقى مين؟ على العموم يا حاج، لسه بدري قوي على الكلام اللي انت بتقوله ده. بدري؟ يعني ممكن تفكر في الموضوع ده؟ انا ما انكرش اني معجب بيها يعني. لا لا يا طارق، من دلوقتي بقول لك لا. بالصلاة على النبي يا استاذنا، الايجار المفروش ده ليه شروط، وخصوصا لما تبقى اللي هتأجر وهتسكن واحده ست. ايوه، ما انا مش هبقى معاها برضه قوي يا عمنا. راشد ده يبقى ابن عم جوزي، يعني زي اخويا بالظبط، هيجي يشق عليا ويمشي على طول يعني. ما يضرش، بس صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. مهنه السمسره دي اهم حاجه فيها السمعه، وانا راجل سمعتي زي البرلنت، والناس مالهاش غير في بورق. اللي هو بيبقى عامل ازاي ده؟ راجل وست ساكنين في شقه مفروش مع بعض، يبقوا حاجه من الاثنين، يا اخوات يا متجوزين. متجوزين رسمي زي الفل، متجوزين عرفي ما يضرش، من غير ورق ما عنديش شقه مفروش. طب والله يلا نبيل، لموا الحاجات دي وطفوا الانوار واتكلوا على الله. ماشي يا باشا. ايه؟ معاك حق. وانا نسيت اقول لك، بس انا هتجوزك. ايه؟ بقول لك هتجوزك، انت سمعتيني. انا اول مره اطلب من حد الطلب ده. مش هتجوزك وبس، انا هتجوزك واجيب منك عيال كمان. ولو فضلتي متنحلي كده هخلف منك دلوقتي. انت اتجننت صح؟ اتجننت. صعيدي بقى. مفيش حاجة يعني دلت انك صعيدي. وقت الغباء ما هتشوفي. وكمان هتتغابى. انا خايفة. خايفة اعمل لكم مشكلة كبيرة في البيت. انا برضو مش هرد الجميل بالطريقة دي. ايه الهري اللي انت بتهريه ده؟ جميل ايه وبيت ايه؟ انا بقولك انا هتجوزك. تقولي لي بيت ومشكلة؟ يلا يا ماما، يلا. يلا. وابوك؟ ابوك مش هيوافق. مش من حق. بقولك قررت اتجوزك. ما انا كمان ما وافقتش لسه. مش مهم توافق، انا موافق. يلا. الو. الو، ازيك يا لبنى؟ انا الحمد لله كويسة، وانت؟ انا الحمد لله كويس. هو بابا عندك؟ لا، عم شاهين لسه ما جاش. هو في حاجة؟ مفيش يا حبيبي. حلف عليا ما تدخلش البيت طول ما انت فيه. كل ده عشان قلت له بس انك جاوب. انا ما كنتش عايزة يحصل الكلام ده. لبنى، يا لبنى، لبنى. لما حيرتك وتسيب البيت ده دلوقتي حالا. ما ينفعش يا شهيد. مش عايز كلام كتير. حاضر، اللي حضرتك تأمر بيه، بس انا عايزك تسمعني. لو مش هسمع. انا هدفع لك فلوس، وفلوس كتير قوي، مقابل انك تبعدي عن ابني، مفهوم؟ بس انا مش عايزه من حضرتك فلوس. عموما اللي حضرتك تأمر بيه، انا همشي ومش هتشوفني تاني. ايه اللي بتقوليه ده بس؟ هتمشي تروح فين؟ تبعد عننا. مالها عندنا اكتر من شهر عالجناها واتكلمت وطلعنا الاوراق. عايزه مننا ايه تاني؟ انا والله ما كنت اقصد، ولا كنت اعرف اني هحبه. انا اسفه. لا يا لبنى، انت مش هتمشي. بابا لو سمحت ممكن نقعد بس ونتكلم؟ وبعدين انا خاف عليها،
هتمشي وهي مش عارفة رايحة فين. يا ستي هأجر لها مكان تاني بعيد عن البيت ده وبعيد عن ابني. حضرتك عملت لي حاجات حلوة كتير كلكم، أنا مش عايزة حاجة تاني، همشي. لو سمحتي خدي حاجتك واتكلي على الله. ولا حاجتي عايزاه، أنا زي ما جيت زي ما همشي. ما ينفعش كده يا شاهين. مش عايز كلام كتير، الأوضة اتنفذوا من سكاز. سيبيها مها. ليه كده يا بابا؟ اللي حضرتك بتعمله ده ظلم، ظلم لبنى وظلم لطارق كمان. انا ممكن اظلم طارق بس مش هسيبه ده مني، مفهوم؟ اتفضل التليفون اللي حضرتك جبتهولي. ده ايه اللي جابك هنا يا ولد؟ انا مش منبه عليك ما تجيش البيت ده طول ما هي موجوده. انا جاي اخد لبنى وامشي. تاخد لبنى؟ ما تقدرش تاخدها، انا امنعك. انا اسف يا حاج بس حضرتك ما تقدرش تمنعني. حضرتك قدامك حاجه من الاتنين، يا تبارك جوازي انا ولبنى ونعيش كلنا جنبك، يا هاخدها وامشي من هنا وهنتجوز برضه. لا يا طارق انا مش هعمل كده، انا همشي. استني رايحة فين؟ تلم حاجتك وتسيب البيت ده دلوقتي حالا. ما ينفعش يا شهيد. مش عايز كلام كتير. حاضر اللي حضرتك تأمر بيه بس انا عايزك تسمعني. لو مش هسمع انا هدفع لك فلوس وفلوس كتير قوي مقابل انك تبعدي عن ابني، مفهوم؟ بس انا مش عايزه من حضرتك فلوس. عموما اللي حضرتك تأمر بيه انا همشي ومش هتشوفني تاني. ايه اللي بتقوليه ده بس؟ هتمشي تروح فين؟ تبعد عننا، بقى عندنا اكتر من شهر عالجناها واتكلمت وطلعنا الاوراق، عايزه مننا ايه تاني؟ انا والله ما كنت اقصد ولا كنت اعرف اني هحبه. انا اسفه. لا يا لبنى انت مش هتمشي. بابا لو سمحت ممكن نقعد بس ونتكلم؟ وبعدين انا خاف عليها، هتمشي وهي مش عارفه رايحه فين. يا ستي هاجر لها مكان تاني بعيد عن البيت ده وبعيد عن ابني. حضرتك عملت لي حاجات حلوه كتير كلكم، انا مش عايزه حاجه تاني، همشي. لو سمحتي خدي حاجتك واتكلي على الله. ولا حاجتي عايزاه، انا زي ما جيت زي ما همشي. ما ينفعش كده يا شاهين. مش عايز كلام كتير، الأوضة اتنفذوا من سكاز. استني يا لبنى. سيبيها مها. ليه كده يا بابا؟ اللي حضرتك بتعمله ده ظلم، ظلم لبنى وظلم لطارق كمان. أنا ممكن أظلم طارق بس مش هسيبه ده مني، مفهوم؟ اتفضل التليفون اللي حضرتك جبتهولي. انت ايه اللي جابك هنا يا ولد؟ انا مش منبه عليك ما تجيش البيت ده طول ما هي موجوده. انا جاي اخد لبنى وامشي. تاخد لبنى؟ ما تقدرش تاخدها، انا امنعك. انا اسف يا حاج بس حضرتك ما تقدرش تمنعني. حضرتك قدامك حاجه من الاتنين، يا تبارك جوازي انا ولبنى
ونعيش كلنا جنبك، يا هاخدها وامشي من هنا وهنتجوز برضو. لا يا طارق، انا مش هعمل كده، انا همشي. استني، رايحه فين؟ Thank you.
شايفه جوزك يا ابو طارق؟ هو صحي؟ اه صحي بس باين عليه دافي شوي. خد خلاص خلاص خد. يا روحي انا انت سخن يا حبيبي. اه ده حتى وشه في حراره. ايه عملت له كراوي ولا ايه؟ اه عملت له كراوي. تعال يا رحمامي تعال. تعال يا رحمامي. يلا خد. يلا حياتي. ما يبقاش قلبك خفيف يا جدو. لازم ناخده عند الدكتور يا طارق. حاضر يا حبيبتي، بكره اول حاجه نعملها ناخده عند الدكتور. لا بكره ايه حبيبتي، انا مش فاضي النهارده خالص. خلاص اروح بتاكسي. خلاص خليك انت، انا هفضي له وقت واخده واديله الدكتور حبيبي. دلعه. ايوه دلعه. ما كنتش بتدلعني انا كده يعني. كراوي انت ما كانش ينفع تدلع، انت كنت كشر وانت صغير. ايه قولي انا اللي هروح معاه عشان انا عايزه اجيب له حاجات كتير في عيد ميلاده. انا تروحي معاه ايه؟ هو كحف ايدي تجيب حاجه بقى؟ لا انا اللي هروح معاه، بس مش هناخد تاكسي. خلاص يا ستي انا هروح الشغل بالعربيه وابعت لكم العربيه مع اي سواق يوديكم. حلو قوي، يبقى انا بقى هقعد اعلق زينه عيد الميلاد. أيوة. كل سنه وانت طيب يا صغنن. تعالى بقى تعالى، ما انت هتروحي معاه زينه انا اشبع منه يعني. ايه ودي شفت؟ وادي يستاهل الدلع مش انت. انا فاكره محدش كان راضي بيه لغايه ما انت ظهرتي. لا حرام عليك يا بابا شاهين. والله النفس الحلوه ليها الجنه. اتبقى اتبقى خد يا ستي. ايوه شاهين بص السينا هو قاعدين نستنوا. بص البالونات الحلوه. هو انت بعت مين؟ كل ده عشان شاهين سواق جديد؟ طيب احنا طالعين اهو. يلا سلام سلام. روحي روحي. ايه يا حبيبي ايه يا حبيبي، هو لسه سخن؟ مش زي الصبح، بس برضه ناخده عند الدكتور عشان بالليل ما يسخنش. طب يلا السواق واقف بره. يلا بينا. ايه ده انا نسيت شنطتي، هطلع اجيبها واجي. انت عايزه شنطتك بس في ايه دلوقتي؟ ما هو طارق عارف ان انت معايا، لو رنلك وما رديتيش عليه هيتصل بيكي على موبايلي. يلا نلحق الدكتور. فيها التليفون وفيها المحفظه يا حبيبتي. يلا ماشي يلا بينا. يلا يلا يا روحي، انا هنروح مشوار. يلا يا بنتي وقفتي ليه؟ يلا يلا هتاخدنا مداري الحبشي، عارفه؟ اه عارفه يا فندم عارفه. انت اسمك ايه؟ عبد العزيز يا فندم. رشد اللي انا
لقيتي حاجة بقى؟ شايلة محفظتك. أنا لقيت الموبايل. دلوقتي لما اخذ اديك مليون جنيه عشان تجيب لي كوكايين. تشارلي. تشارلي يا سيدي. وانا ما اعرفكش عمر اشوفك، ما تسلم وتستهلي. معلش يا بابا انا اسف، ما تزعلش. ما تزعلش ليه؟ هو الحق يزعل، انت حوشت العمر. بص يا راشد. بص يا راشد، انا بسافر اجيب الحاجه دي من مره مصر، فتمنى لازم يبقى معايا. انا في المره الواحده بجيب كيلو، والكيلو ده تمنه مليون جنيه. ومكسبه قد تمنه. وصلت؟ وصلت. بس انت كده كده بتسافر وكده كده بتجيب. هات يا عم الحاجه، ما ادتكش الفلوس ما تدينيش حاجه، اديتك الفلوس اديني حاجتي عادي يعني. ماشي، انا كده كده هجيب الحاجه وهعرف اصرفها ساعتها، لو بقى باخد. تمام، سلام. باي. بس بقول لك ايه، المره الجايه بغير الطقم ده. سلام. باي باي. باي باي. جبتي مني كيك بقى لما بيطلب. بعدين بقى. بعدين في ايه؟ فيكي عامله زي ما كنت طلعتي من تحت الارض، بقى لي شهرين موريش غيرك. انا بفكر لو ما كنتش عرفتك كان ممكن ايه اللي يحصل لي. انا عارفه ان انا مش هقعد معاكوا هنا كتير. انت عايزه تمشي؟ لا انا عايزه افضل معاك. معاكي حق، وانا نسيت اقول لك بس انا هتجوزك. ده انا عايزه اعيش عمري كله وانت تؤمر وانا انفذ. انت بتكذبي عليا. وانا ايه اللي يخليني اكذب؟ يعني مفيش حاجه تستاهل تخليك تكذبي؟ لا طبعا. Thank you.
ندم يا ندم. لا يا اخبارك يا رجال؟ الحمد لله يا باشا كله تمام. كله تمام يعني؟ ها كله تمام يا باشا. انت عادي مش كده؟ ايوه يا باشا. بيقول عليك بقيت قصه كبير في وقت قليل. الحمد لله. وشغلك عاجب الناس في المعرض. الحمد لله. الصناعه دي مهمه قوي مفيده بالنسبه لك وشكلك كده حبيتها. الجدع عشان خاطر لما تخرج من هنا تفتح ورشه. حاضر يا باشا حاضر. على فكرة مش كل المساجين بيعملوا زيك كده. كمل وقريب قوي هتسمع مني خبر كويس. شد حيلك ان شاء الله. تشكر يا باشا. شد حيلكوا يا رجاله. شكرين يا باشا. شكرين يا باشا. ربنا يخليك. عايزين الناس كده دايما تبقى مبسوطه بشغلكم في المعرض. شكرين يا باشا. ماشي ان شاء الله يا باشا. يلا السلام عليكم. سلام عليكم. سلام ايه يا ندم يا ندم. أنا مش هشوف ابني تاني. ربنا كبير يا حبيبي. بابا كلم كل اللي يعرفهم وإن شاء الله هنلاقيها. ممكن توريها إن ربنا بيعمل فيها كده ليه؟ يا ابني ما بتتحسبش كده. أمال بتتحسب إزاي؟ إيه ده؟ إيه ده يا ابني؟ إيه ده؟ أبويا فين؟ أنا هنا طارق. هنا حبيبي. ألو آسف. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن حد يقول أنا هعمل إيه دلوقتي؟ امسك نفسك يا حبيبي. ده قضاء ربنا. عارف إن قضاء ربنا. بس هي عملت كده ليه؟ خلاص. خلاص يا طارق حبيبي. حصل حصل. أهم حاجة دلوقتي إن احنا نفكر ازاي نلاقيها وازاي نرجعها. هرجع وآخد روحها قصاد اللي هي عملته فيا. طب اطلع رايح حبيبي فوق شوية. اهدى يا طارق. اهدى يا حبيبي ما بتعملش في نفسك كده. غلوتك معايا ده اللي بالغ لما رجعه. مش هنشوف شاهين تاني يا حاج. مش هشوف ابني تاني. هشوفه هجيبها واشوفه. رايح فين؟ سيبيه. استغفر الله العظيم. ربنا يصبر قلبك يا ابني. ربنا يصبر قلبك.
استر يا رب. في ايه؟ يا ست يا بنتي نمتي يا ست تطلعتي لي منين بس يا ست يا ست يا خبر اسود يا بنتي عامل ايه ده يا ست يا ست يا ست طلعتي لي منين بس ما ترد انت كمان ايوه يا بهاء انا عملت حادثه يا بهاء عايزك تبعت لي عربيه اسعاف فورا انا هحملك شير لوكيشن بس بسرعه يا بهاء والنبي بنتي يا ست يا ست يا بنتي بقالنا نص ساعة مش قادر على الهبد ده نروح البيت عندي نسمع مزيكا حلوة و نتكلم مع بعض براحتنا هنتكلم في ايه؟ حاجات كتير مثلا يعني شكل علاقتنا مش فاهمة انا وانتي لما بنبقى في مكان لوحدنا وبنقفل علينا الباب اوكي بنبقى براحتنا خالص انا كنت هفتكرك بتتكلم بجد انا فعلا بتكلم بجد ما تنسيش ان في لوحه انا شغال عليها بتاعتك ولازم تخلص ايوه بس انا بتكسف ايش كده ايه انت عارفه انك انت اسفل واحده انا عرفتها في حياتي لما بقعد قدامك وانا مش لابسه هدوم وانت قاعد بتتفرج عليا وانا ما بعملش حاجه وبترسمني يعني بتكسف انا على فكره انا برسم ما بقاش شايف قدامي اصلا غير الريشه واللوحة والألوان بعتبرك كده تكوين جميل حاجة زي وردة كده جميلة اللوحة دي بقى تخلص امتى؟ على حسب التكوين اوكي يلا 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 بسرعة يا ابني يلا 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 بسرعة براحة 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 يلا 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 أنا هاجي وراكوا ها رأس ايه وزفت ايه؟ انا عملت حادثه وخبطت واحده بالعربيه. ايه؟ فين؟ انا عارف مين يا مختار مش عارف. طيب طيب ما تقلقش ما تقلقش انا هجيلك. طيب هتعمل ايه لو ماتت الوليه دي؟ ماتت ايه بس؟ انا اهو سايق ورا عربيه الاسعاف. اوكي. اوكي. سلام. انا جاي. طيب. في ايه؟ مراد خبط واحده بالعربيه. انا علام اللي اسمه ايهاب ده. بعدين بقى معاك يا راشد مسألة مش ناقصة قلق بس هي خبطة تستاهل بالعقل كده خد الفلوس وهبق ومرجعش تاني هنعمل ايه ولا هنعرف نجيب وانت مالك انت هي فلوسك فلوسي وانا اللي احكم فيه ده والله ده على اساس ان انت اللي صدت كريم والعيال وخدتهم عشان يبيعولك صح؟ لا انت بس ليك عمولتك اصل الفلوس دي البضاعة اللي أنا سرقتها من أنسي
والحق حبيب الله يا جوز اختي. جوز اختك؟ والله انا كنت قربت انسى. مجرد كدمات في دراعها اليمين وجرح بسيط في دماغها بسبب انها وقعت عليها. طمنتني يا راجل، انا كنت مخطوط جدا والحمد لله. الحمد لله. عرفتوا توصلوا لاهلها؟ ما كانش معاها حاجه خالص ولا حتى محفظه. على فكره يا مراد، دي ام الطفل بيرضع، صدرها مليان لبن. اوه، انا سجلها باسم ايه دلوقتي يا مراد؟ سجلها باي اسم لحد ما تفوق يا بهاء. سجنها داليا، داليا نور مؤقتا. حاضر. شو الصور دي يا طارق بيه؟ دي صور محروس مع مرتك لبنى من سنتين. دي ما اسمهاش لبنى، اسمها الحقيقة عسلية سعيد ثابت ومن بولاق. دي الوعى اللي احنا وقعناها دي يا رب. دي هي أول لما شافتني اتكهربت، بس أنا برضو غبي، كان لازم أستناها وهي خارجة من العمارة. وما استنتهاش ليه؟ مش وقت. المهم إنها خدت ابني، ما سابتش غير دول. لبنى عبد الرازق أحمد المنياوي. هي سعادتك كان معاها بطاقة في اسكندرية باسم زينب أحمد محمد على إنها ساقطة. زينب في اسكندرية ولبنى في المنيا. أكيد ضحكت على حد في اسكندرية وخلته يعمل لها بطاقة. زي ما ضحكت علينا هنا وخلتنا نعمل لها بطاقة على إنها ساقطة خطيبة. ألو؟ أيوه يا ابني. أنا فوزي عدنان رئيس مباحث المنيا. خد الإشارة دي مني. في واحدة ست معاها طفل صغير عنده سنة. يا ريت تبلغ كل الوحدات المباحث. وأبعت لك الصور بتاعتها. يعني أنا كنت على حق. أنا كنت على حق يا طارق، وأنت اللي ما صدقتنيش. في مصيبة تاني. ليه؟ الورق اللي أنتوا عملتوه ده تزوير في أوراق رسمية. ويا ريت يا طارق بيه ما تجيبش سيرته في التحقيق نهائي. يعني إيه؟ يبقى قصدنا خير؟ نلبس جناية؟ هقتلها. هاخد شاهين منها وأقتلها. يعني طارق. تعال معايا يا مصطفى. صباح الخير. اجازة ايه تاني بس يا مصطفى؟ اسف يا فندم. ده انت اليومين اللي سبتني فيهم انا عملت فيهم الحادثه يا ابني. اسف والله يا فندم، ظروف فرح اختي. انا بس سمعت بالحادثه بتاعت حضرتك كده اطمن عليك. بس ده مش حل يا مصطفى، ده مش حل. انت عارف ان انا بكره السواقه جدا وبكره الزحمه وما بحبش اجي شغل وانا متضايق يا مصطفى. هات الشيكات اللي عايزه تتمني وتعالي لي. شوف لي حل يا مصطفى، لازم تشوف لي حد. حاضر يا فندم، تحت امرك، احاول. استاذن حضرتك. اتفضل. بقول لك ايه؟ نعم. خليك معايا ساعتين النهارده كمان. حاضر تحت امرك. ماشي. Thank you.
يا بهاء انا كويس. بعد ساعة؟ لا لا هجي لك بعد ساعة. طب قولي الأول هي عاملة ايه؟ طيب انا هروح بس البيت اخد شاور واجي لك. ها باي باي. صباح الخير يا مستر مرار. صباح الخير. فريد حضرتك. تعالى معايا يا مصطفى. حضرتك اجازة ايه تاني بس يا مصطفى؟ اسف يا فندم. انت اليومين اللي سبتني فيهم انا عملت فيهم الحادثه يا ابني. اسف والله يا فندم، ظروف فرح وقت. انا بس سمعت بالحادثه بتاعت حضرتك كده اطمن عليك. بس ده مش حل يا مصطفى، ده مش حل. انت عارف ان انا بكره السواقه جدا وبكره الزحمه وما بحبش اجي شغل وانا متضايق يا مصطفى. هات الشكاية اللي عايزة تتمني وتعالي لي. شوف لي حل يا مصطفى، لازم تشوف لي حد. حاضر يا فندم، تحت أمرك، أحاول. أستأذن حضرتك. اتفضل. بقول لك إيه؟ نعم. خليك معايا ساعتين النهاردة كمان. حاضر تحت أمرك. ماشي. يا بهاء انا كويس. بعد ساعه؟ لا لا هجي لك بعد ساعه. طب قول لي الاول هي عامله ايه. طيب انا هروح بس البيت اخد شاور واجي لك. ها صباح الخير يا مستر مرار. صباح الخير. ايه الاخبار يا بهاء؟ هتفوق امتى؟ ما تقلقش يا مراد هتبقى كويسه. طب هي شكلها بتفوق. هي مدروخة شوية بس الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامة. ايه اللي حصل؟ أنا يا ستي آسف، أنا خبطتك بالعربية وبعدين أغمى عليكي فجبناكي المستشفى. بس الحمد لله يعني أنت سليمة، في شوية كدمات في دراعك وخلاص يعني. سلامتك. صداع. دماغي. معلش عشان في كدمة جامدة بس في دماغك. صداع. اسمك ايه؟ دماغي. يا مدام انا بسألك على اسمك، انت سامعاني؟ شكلها لسه ما فاتش. اصبر. هو بيقول لك اسمك ايه؟ معقولة نسيتي اسمك؟ أه
افتكر حاجة، مش فاكرة حاجة خالص، مش فاكرة. دماغي راشد بيه. اهلا يا باشا. فتون يا هاب باشا اللي حكيت لك عنه. اهلا يا كابتن. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انا كنت عارف ان انت قلقان، دي اول مره تعمل معايا، عشان كده جيت لك من المطار على طول. تسلم تعيش يا باشا. اتفضلي يا هاني. تشكر يا اخوي، ده كريم وش. افتحيها. خد. افتحيها من تحت. هاتي هاتي هاتي. خد يا راشد. احنا في كومباوند، انت هتفضحنا؟ لا ايوه صح صح. انا بقى كل سفريه ليا لازم اجيب هديه من دول لحبايبي. في كده يا باشا تعيش وتجيب لنا، ربنا يخليك لينا يا رب. يلا بس عشان السياح، يلا نطير. تعرف تركب من هنا ولا ايه؟ اه طبعا يا باشا طبعا. يلا تمام. قلت لك انا 10 ايام اهو بالظبط وجاب الحاجه. تسلم يا باشا. يلا ربنا يخليك. يلا سلام يا كابتن. يلا يلا يلا. الله اكبر يا اخوي. ايوه كابتن شقو شويه. ايه اقفل يا عم، مش عايزين فضايح. والله وهتلعب معانا يا بت. شوف يا طارق بيه، انا بعد ما روحت امبارح كلمني السيد مساعد وزير الداخليه وقال لي ان انزل اقابلك واشوفك عايز ايه. انا تحت امرك يا طارق بيه. انا بقالي 7 ساعات بلف من مكتب لمكتب، من مديريه لمديريه، ومفيش حاجه بتحصل. طارق بيه انا بقالي 2.5 سنين بنلف على الحكايه دي، من مديريات لاسياد لحواري، وبرضه مفيش حاجة بتحصل. أنا ماليش دعوة بيك. أنا طارق شاهين. بص يا باشا، أنا ممكن أوصل لأي حد في البلد دي تتخيله أو ما تتخيلوش. ممكن أدفع أي مبلغ بس البت دي تتجاب ويتقبض عليها. إيه ده يا طارق بيه، وركز في الكلام اللي أنت بتقوله. أنا مقدر ظروفك كويس، وأنا واقف معاك للآخر. ألو؟ أيوة معالي الباشا. أيوة يا باشا، تحت أمر. أنا مقدر ظروفك. أيوة يا طارق بيه معايا. ابنك ان شاء الله غير. حاضر معالي. حاضر معالي. صلى الله. ماشي تمام. اتفضل معالي. ده مساعد وزير الامن يوصي عليك طريق بيه. انت اكيد اب ومقدر ظروفي، ارجوك سعيد يا باشا. البت دي لازم تتمسك، ممكن تقابل حد تاني وتضحك عليه برضه. شوف يا محروس، انا وزعت الصور بتاعتها على كل مديريات الامن، بس الواضح ان انتوا وقعتوا مع نصابه محترفه، حتى جوزها عليه قضية قتل. يا نهار اسود. عارف ماشي. يا نهار اسود. حسبنا الله ونعم الوكيل. ممكن تقومي معايا؟ بالراحة؟ على مهلك. على مهلك. ها تقدري تقولي لنا انت اسمك ايه دلوقتي؟ دماغي هتفرقع، صداع. معلش الدكتور قال يعني حالة مؤقتة وشوية شوية هتفتكري كل حاجة. الدكتور قال كمان ان انت عندك طفل صغير، حاولي كده تركزي تفتكري اسمه ايه. ايوه اي حاجة هتفتكريها يعني هتسهل الموضوع، يعني مثلا عندك ولد ولا بنت. هو انا ام؟ انتوا عملتوا فيها ايه؟ حرام عليكو. انا عايزه امشي من هنا. لا لا ما ينفعش تتحركي. اوعي. لا 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 اوعي. لا 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 لو سمحتي. اوعى مشوا من هنا. بليز بليز خليكي خليكي. ما تمشي. الحركه خطره عليكي. دماغي. تعدي السنة دي وشوية الكوكايين دول ايه؟ هيبقوا كيلو واتنين. اهدى على نفسك، أنا كل اللي بتقوله ده ما يخصنيش. أنا عايزة أعزل
وكل ما اقولك تقولي اصبري اصبري انا زهقت. يا ولية زهقتي من ايه؟ لسه بقولك عايزين نلم ايدينا وبتاع. طب انت عارفة ناقص تبكة ونعوم في الملايين. ملايين ايه؟ انا عايزة شقة. شقة وهدوم وروشانة. يا ولية هتفرتكيهم. ده القرش بيجيب قرش. لا يا اخويا. القرش بيجيب الهنا. البحباحة. طب انت عايزة ايه دلوقتي؟ عايزة شقة. مش زي دي. شقة واسعة وعفش حلو وغير الدهب الصيني ده ألبس دهب. أنا بقى عايز شوية حاجات إنما إيه؟ أنت ما تعوزش حاجة خالص. جراية وليه بتكلميني كده ليه؟ أنا شغال عندك. اسمع كلامي يا راجل. إحنا مش عايزين نبقى زي الفيران اللي عايشين في جحر. عايزين نقب على وش الدنيا نعيش مع الناس الكويسين فاهم؟ ولما تقفش قفش. ما انت عمال خارج داخل خارج داخل. اتقفشت امتى؟ اللي بتعمله هنا اعمله هناك. ماشي. نبيع الحاجه وناخد فلوسها وبعد كده انا بنتكلم. انا قاعد لك بقى لحد ما اشوف هتعمل ايه. هات الفلوس دي. خد. لا إله إلا الله. الله يرحمك. الله يرحمك يا أم صباح. كانت ست طيبة وعلى نياتها. بس بقى عملت فينا فصل الله يسامحها. هي اللي عرفتنا عليها وجابتها لنا لحد هنا. الله يرحمها ويحسن إليها. يا رب. بس عارف يا صلاح، لما شفت طارق بتاع المنيا ده وهو هيتجنن على ابنه اللي ضاع منه، افتكرت حالتي لما سرقتني وهربت. بس هو وضعه اكتر مني يا صلاح، عشان هي خلفت منه وخدت الواد. الحمد لله يا اخويا انك انت ما جبتش منها عيال. غارت غارت. ايوه الحمد لله. بس الناس اللي هي ضحكت عليهم في المنيا دول تقال قوي. طارق ده مليونير واحنا قاعدين معاه، في مدير امن اتصل ووصى عليه. عارف ده معناه ايه؟ معناه انها فجرة وقدرت تلف الراجل ده هو كمان. لا لا مش ده قصد الكلام. هي هربت منه ليه؟ لما عبد العزيز كشفها في المنيا، زي ما هربت من هنا لما كوثر كشفتها. يعني ايه؟ مش عرفني يعني ايه؟ اديني بتكلم معاك وخلاص يا صلاح. بس يعني لو هي غاوية سرقة هتقعد مع الراجل سنتين؟ هو في حد ممكن يعمل كده غصب عنه صراحة؟ ربك هو اللي أعلم بالقلوب. ربنا يسامحنا جميعا. اشرب يا أحلام. تسلم. اشرب. لا حول ولا قوة إلا بالله. open relationship ده انا يعني يمكن. انا بتكلم بجد وانا ما بهزرش. ايوه يعني ايه؟ يعني ساعات الكلام ده بيبقى عليكي وساعات وساعات على غيري. بالظبط. ايه رايك في اللوحه دي؟ حلوه. ده انت شايفني حلوة قوي كده؟ كل الستات اللي تعرفهم بترسمهم؟
اللي بتعجبني. انت تعرف تتغير يا مختار؟ انزلي. انتوا ليه كل واحده فيكم تخش عليا دخلت انا لازم اممك؟ ايه اممك دي؟ يعني تحطيني في الحصاله بتاعتك. طب انا احطك في الحصاله بتاعتي، طول ما انت معايا انت بتاعي. ماشي. ازيك بقى يا جميل النهارده عامل ايه؟ لا الجرح بتاعك بسيط وما فيهوش اي حاجه. ايه الدلع اللي انت فيه وايه الخاتم ده بقى؟ حاولت اقلعه لك كتير وانت كنت رافضه تقلعيه. شكله غريب الخاتم صح؟ ده يلا عشان ناكل بقى. عشان خاطري. ليه بس كده ما تسمعي الكلام؟ مش طايقه ريحه الاكل، هاكل بعدين. طب هجيب كريم وارجع تاني اقلب. وانده لي الدكتور بقى. حاضر. اديني جيت لك اهو يا سيدي بنفسي. ازيك يا بهاء؟ مش عايز تاكل؟ لا مش هينفع كده، انت خلاص هتخرجي من عندنا، لازم تاكلي كويس عشان تشدي حيلك. هو انت قررت تخرجها يا بهاء؟ هي مش محتاجه تقعد اكتر من كده، الجروح اللي عندها سطحيه وما ينفعش تقعد في المستشفى اكتر من كده، هكتب لها على شويه فيتامينز وخلاص. لسه مش فاكره اي حاجه خالص. اوكي ده اثر الوقعه على دماغها، ولو في اي حاجه هنتابع مع بعض. هو انا لو خرجت من هنا هروح فين؟ ازيك عم رضوان؟ ازيك يا مختار؟ اخبار هيثم ايه؟ الحمد لله بسلم عليك. سلم لي عليه. الله يسلمك. الله يسلمك. مش عايز طيب. حاجه؟ الله يسلمك. صوم طيب. يا مختار يا حبيبي وحشتني. كمان وحشتيني. عامل ايه؟ وحشتني يا حبيبي. عامل ايه؟ الحمد لله. يلا بقى عشان تاكل. وانا كل ما اكلمك في التليفون اقول لك انا جاي تقعدي تملي السفره كده اكل. والله ببقى حامله همك في غيابك عني، واقول يا ترى كل امتى ولا ازاي. البلد كلها محلات اكل يا هو اكل الشارع ده برضو اكل. يا سالم تعال اخوك وصل. هو هنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. مش عيب ما تسالش على اخوك الكبير؟ ازاي بقى؟ بسال عنك طبعا، وعارف انك كويس بفضل الله. بالاماره انك كنت مشغول مع مرات بيه لان خبط واحده بالعربيه. صحيح هي عامله ايه؟ طب يلا نكمل بقى على السفره. مش عارف دراعها اتكسر بس هي كويسه دلوقتي. طب الحمد لله. مراد اللي كان ميت كده عادي. طبعا ما مسؤوليه. نويني معلقه طيب. الله، انت بتحط سكر في الاكل ولا ايه؟ ما هو انت لو بتقول انك جاي قبلها اعرف اظبطك. تيجي تتغدى بكره؟ مش اكيد. صحيح امسكي دول. فلوس ايه ده يا مختار؟ 5000 جنيه بتوع ايه دول يا ابني؟ فلوسك يا امي. ايوه بس انا قلت لامك ما تاخدش منك فلوس. نعم. تصرف عليها ليه لما انت عايش بربيت لوحدك؟ أنا الحمد لله أقدر أصرف على البيت بنفسي. سالم أوعى تكون فاكر إنك كبرت عليا وهتمنعني إن أنا أدي فلوس لأمي. لا 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 هو ما يقصدش كده خالص، هو بس فرحان عشان مرتبه زاد وإن هو يعني مش مخليني محتاجة حاجة. بس أنا هفضل الكبير وبكسب قده 100 مرة. أيوه بس أنا فلوسي حلال يا مختار. اخلص قطع لسانك. اتجننت يالا؟ وأنا بتاجر في المخدرات ولا بسرح نسوان؟ بتشرب خمرة وبتعرف ستات وبترسم لوحات وكل ده حرام. سالم انت مالكش دعوة بأي حاجة أنا بعملها، أنت فاهم؟ مش أنت اللي هتحاسبني.
واوعى تتدخل ما بيني وما بين امي، انت فاهم؟ كفايه ان انا سايبها عايشه معاك. كمل اكلك يا ابني، كمل اكلك. انا شبعت. يومين يا مراد، يومين اكلمك ما تردش عليا. انت ناسي ان انا اختك الصغيره؟ ايه في جرالي حاجه ولا محتاجه حاجه ولا عندي ازمه؟ اعمل انا ايه؟ لا بجد زعلانه منك. ازاي حضرتك؟ ازيك يا فردوس؟ اتفضلي العصير. ميرسي. عامله ايه؟ الحمد لله كويس. ماما اخبارها ايه؟ كلهم بيسلموا عليكي. الله يسلمك. مش محتاجين حاجه؟ شكرا. تسلمي. قهوتك يا مراد بيه. خليها هنا. اتفضل. كنت بقول ايه؟ أنا زعلانة منك. ما خلاص بقى يا ليلى، ما تزعليش، ما أنا قلت لك حقك عليا. أنا بجد كنت مشغول. عذر أقبح من ذنب، مشغول عن أختك بإيه يا مراد؟ عملت حادثة، خبطت واحدة بالعربية. أو ماي جاد، وماتت؟ ماتت إيه، حرام عليكي، يعني مجرد كدمات بسيطة وخلاص. خلاص بسيطة، نو بروبلم يعني. المهم أنا عايزة 5000 يورو عشان مسافرة لسانت روم، هقعد 3 شهور هناك. I need money urgently. حاضر، بكرة هحولهم لك في حسابك. ايه مراد؟ شكلك زعلان عشان طلبت منك فلوس. ليه بتقولي كده يا لالا؟ ما انا قلت لك حاضر. انا بس دماغي مشغول بموضوع الست اللي انا خبطتها دي. عادي يعني. ما تدي لها تعويض، تدي لها قرشين، اي حاجه يعني. ايه المشكله؟ المهم سامح ابنك جاي؟ لا لا، اجازته. احسن حاجه عملها في الدنيا، حد يسيب كندا ويجي مصر. يجي يا ليلى. يجي عشان اشوف ابوه وانا اشوف حفيدي. ولا تاني في المانيا بقول له تعالى، بيقول اصل انا مشغول، مشغول، تعالى انت. ليه يعني؟ أنا مقطوع من شجرة مثلاً؟ مكتوب عليا أعيش لوحدي كده ماليش أي حد؟ ليه مراد بتقول كده؟ هو أنا بسيبك خالص؟ أمال أنا قاعدة معاك بعمل إيه؟ يلا I have to go now. طيب يا حبيبتي. أنا مسافرة بكرة طيارتي، هقعد 3 شهور. سي يو. أنت مش عايز أي حاجة؟ لا، تيجي بالسلامة إن شاء الله. ما تنساش تحولي الفلوس بليز يا مراد. حاضر. أوكي؟ حاضر. يلا حبيبي. ثانك يو. باي باي. باي باي. مالك؟ أنا تمام. مش تمام؟ أنا تمام. مش باين يعني. زهقت من المكان ده. تعالي نخلص الدرينكس دي ونطلع على عندي في البيت. اوكي؟ ازيك يا مختار؟ وحشتني. ازيك يا فدوى؟ عامل ايه؟ تمام تمام. ايه مفيش مرة تقعد تكلمني؟ سوري، الفترة اللي فاتت يعني ملبوخ شوية. لا مش مصدقك، ما تيجي ترقص معايا. انت ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ المفروض اجي ارقص معاكي ويسيبني يعني ولا ايه؟ فيها ايه يعني؟ لا ده انت رخمة بقى. على فكرة هو اللي يقول لي اذا كان يرقص معايا ولا لا. اختار انت، مش كنا عايزين نروح؟ اه يلا باي باي. ذوق قوي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فردوس، اسنديها لو سمحت. ألف سلام عليها. فردوس
داليا دي هتبقى ضيفتنا وهتمشي من هنا لما تخف. دي في عينيا يا استاذ. خلي بالك منها واعملي لها كل اللي هي عايزاه. ها في عينيا ما تقلقش. داري على مهلك. لحظه كده بعد اذنكم. ايه ساعه كمان ساعه؟ لا في الطريق. في طريق اخليهم يستنوني يا ساعه. ماشي يلا سلام. ما تسيبنيش. بصي انا مضطر اروح المكتب على الاقل ساعه بس اوعدك مش هتاخر. يلا نورتي اتفضلي. مع السلامه. خلي بالك منها يا فردوس. ما تقلقش عليها. انت نورتينا. شكرا. على مهلك. مالك في ايه؟ ايدي ايدي بتوجعني. سلام عليك. سلام. ايه البيت ده؟ ان شاء الله البيت حلو جدا. الفيلا عجبتك؟ قوي. هو انت اسمك فردوس؟ ايوه انا اسمي فردوس. وممكن تقوليه كمان يا دوسه. دوسه؟ بقالك كتير بتشتغلي هنا؟ يعني مش كتير قوي، 7 سنين. ما تقلقيش انت هتنبسطي معانا هنا جدا. مبسوطه؟ اه البيت حلو جدا ومستر مراد ده راجل جنتي جدا وكمان مامتي كانت شغاله هنا قبل. ما تقلقيش انت هتنبسطي معانا جدا. تيجي اوريكي اوضتك؟ انت حلوه برضو كده؟ حلوه دي هتجنن. طب خليكي معايا عشان ممكن ازهق. ما بحبش ازهق. ما تقلقيش احنا على بعض مع بعض ونتكلم وناكل. دي هتنبسطي. اه البيت حلو جدا. يعني انت كمان. بصي كل دي الاوضه بتاعتي. بما ان الموافقات والتراخيص جت بدري شهر عايزين بقى نستغل الفرصه دي وننجز. بس ننجز بحق حقيقي. الكلام ده معناه ان مشروع الكومباوند الاولويه عند كل واحد فينا. مختار انا عايزك تخلص ملف التسويق عندك اسبوع. حاضر. مش اكتر من كده. حاضر. شركات النظافه والامن والصيانه يا استاذ عبد الحميد عايزين عودها تجهز اسرع من كده عشان نخلص يعني. امرك. اما انت بقى يا مروه. ايوه فندم. ده بالنسبه لك هيبقى اول مشروع كبير هتعمليه للشركه. فارجوكي عايز حاجات لطيفه مش تقليديه يعني ورا الصندوق زي ما بيقولوا. ها هحاول يا فندم. طيب احنا كده اجتماعنا خلص. الاسبوع اللي جاي في ميعاده ما لم يحدث اي جديد. ماشي شكرا. اتفضلوا. ما تمشيش يا مختار انا عايزك. ها حاضر. استاذ مختار الشغل كله عطلان بسببك. بسببي انا؟ ليه كده بس؟ مش احنا المفروض قلنا نقعد مع بعض علشان نختار تصميمات البروشورز؟ يا ستي انا موافق على اي حاجه تختاريها. لا يعني برضو لازم نشارك بعض في الراي وكده. في الراي بس؟ مختار. ها انا عايزك. حاضر بعدين. اه طب ايه اللي انت لابسه ده يا مختار؟ ايه مال انت عارف ده بكام؟ ما علينا. انا عايزك تيجي معايا حفله الوزير. حاضر. بس مش تيجي لابس كده، هيبقى فيه ناس مهمين وبتاع. انا عايز تيجي لابس بدله محترمه. ينفع اجي لابس صندل؟ مش طريق يا مختار. اخبار الضحيه بتاعتك ايه؟ خرجت النهارده من المستشفى وعندي موجوده في البيت يعني. لسه مش فاكره اي حاجه؟ بس هتفتكر ان شاء الله. يا ريت يا مختار يا ريت. بعد اذنك يا مستر مراد هسلم لسعد مفاتيح المكتب النهارده. خلاص مصممه لازم تمشي فعلا؟ يا سيدي هتتجوز. الف مبروك يا ايمان. ميرسي يا مستر مختار عقبالك. لا مختار مش هيعمل كده ابدا. ايمان ابقى على حسابات انا عملت لك مكافاه. الف شكر يا مستر مراد. مع السلامه. اتفضلي. انت مش هتقوم تغير بقى ولا ايه؟ مش هتتجوز بقى مراد. سيبك مني انا. قوم ونلحق الميعاد بالمظبوط. ها